يعني اعتقد تقرير رائع الحقيقه كابتن سيد، انت تستحق اكتر من كده. الله يخليك، انا بشكرك عليه طبعا، وبشكر اللي كتبه يعني واللي علق عليه يعني حاجه. الناس بتحبك. الله يكرمك يا سيد. الحمد لله. الله يخليك يا حبيبي، تسلم. الحقيقه سيد، قبل ما اقول لك الف مبروك وقبل ما اقول لك يعني الفتره اللي فاتت عامله ايه، عايز اسالك سؤالين مهمين جدا على النهارده. المباراه الوديه وليه 6 ايام اجازه؟ يعني الناس برضو او 5 ايام 6 ايام مظبوط. ليه الاجازه طويله وليه النهارده مباراه وديه في ظل ان انت كنت دايما بتطالب ان مفيش ضغط للمباريات؟ يعني اولا هو كان طبعا راي فني يعني بحت طبعا بالتاكيد، سواء كان دي او دي، لكن هو الراجل عنده وجهه نظر شويه. كانت الايام اللي فاتت دي ايام مضغوطه بشكل كبير قوي، الناس محتاجه انها تفصل شويه. اتنين، ان هي مش سلبيه بشكل 100%، في ناس عندها شغل بتأديه سواء كان في النادي عندنا او في من خلال الجيم يعني، او طبعا المصابين لازم هيجوا طبعا المتابعه يعني، لكن في ناس عندها كمان. احنا بنبعت دلوقتي لكل الناس اللي موجوده في النادي او اللعيبه يعني حاجات على الميل او من خلال التواصل معاهم يعني، على حاجات بيعملوها حتى في البيت، وبيبقى في متابعه يعني، فهي مش صراحه سلبيه بشكل قاطع يعني. اتنين، حتى بتتفرج على مباريات او ثلاثه بتتفرج على مباريات للترجي من دلوقتي. فهو الراجل كان عنده وجهه نظر ان الناس محتاجه تفصل سنه مع حته من التركيز شويه، محتاجين ان احنا ناخد فتره راحه بعد ضغطة مباراه شديده قوي، بعد كمان من اصعب الحاجات اللي في شغلانتنا يعني، ان انت بتغير الدوافع من بطوله للثانيه يعني، زي البطوله المحليه في الدوري او بطوله الكاس او بطوله افريقيه لبطوله افريقيه ثانيه بشكل مختلف يعني. فطبعا في دوافع بتختلف من مباراه للثانيه، كل دي كانت متلاحقه وورا بعض بشكل كبير قوي، فكانت محتاجه الدماغ تفصل شويه يعني. دي كانت وجهه نظره، بس هي مش راحه سلبيه بشكل كامل يعني، في حاجات معينه كان الناس هتعملها يعني.